مع رودخوليد في وسط الميدان، وفي الأمام هاري كين يقود خط الهجوم. هل تكون الفرصة هذه؟ ليتل رائع لوريس في التصدي. من حارس المرمى والكرة في الأخير في المرمى بكل سهولة. ليتل إلى كافو، راحت لجراهام، ابعاد الكرة من مكان الخطر، تدخل وإبعاد اللقطة. جراهام راحت إلى خوليد. هاري كين مرة أخرى، وهنا يفقد فريق فاوندرز الكرة. كيميتش خطيرة عند ليتل، حارس المرمى يبعدها بقبضة يده. زيدان بتروح إلى ديبالا، تتحول الكرة للفريق الآخر.